والله ما نسيتهاش. لا 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 على الاقل قول واحد كاينه الموضوعيه في ما كنقولوش كنحصل لا لا كنقولوها بشكل هادشي اللي قال السي حميد الحكومه راه ما فشلتش في هذا الملف ديال التعليم واخا ثلاث شهور وزير التعليم ما فشلش ملف ضخم كبير راه ما عندوش 10 سنين ولا 15 30 عام حنا كن اليوم ملف الحجم ديالو فرض هادشي اللي وقع فرض هادشي اللي وقع وبالتالي التغيير كان كبير والتغيير راه كيحمل داخله تخوفات وملي كيكون تخوف كتكون مقاومة الحمد لله اليوم كنأكد لكم عندي اتصال مع مجموعة ديال الفاعلين في القطاع ديال التعليم هناك انخراط كبير ديال الأسرة التعليم بشكل مفاجئ واحد الوطني عالية لاستدراك مدى الأطفال والمدارس وهذا درس لا كيبان بأن المغاربة من في الأزمات راهم موجودين وبالتالي أي مجهود دار مع الأسرة راه تستحقه الدرس اللي ناخذه من هذا الملف أولا إسراء باش نخرجوا قانون الإدارة مابقاش الفوضى في البلاد وهادشي غادي نشتغلوا عليه لا أغلبية ولا معارضة لأن هادشي ضروري للمؤسسة ديال البلاد وخصنا كذلك نسرعوا بقانون النقابات لأن هذه مؤسسات خصنا نحافظوا عليها لأن هي البرشوك ما يمكنش هذه المؤسسات تضيع في الاختصاصات ديالها وخصنا ما فيها بس نكمل ما جا في المداخلة ديالك سي عبد الحميد خصنا واحد التحالف وطني ديال الجدية هذاك الخطاب ديال الملك وقال جوج المرات انا كيبان لي خاص الجدية في التعامل على جميع المستويات لا الفاعل السياسي ولا الفاعل العمومي لا مدراء مؤسساتهم يعني الجدية اليوم خاصها تولي هي الموجه ديال كل التدخلات ديالنا كسياسيين ولا كناس عموميين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.